بعد الجلسات العشر المتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، تغيب ما وصفها اللبنانيون وحتى النواب أنفسهم المسرحيات والتمثيليات على وقع مراوحة واضحة في الملف الرئاسي، باستثناء خرق وحيد في جدار هذا الجمود قام به اللقاء الديمقراطي باتجاه معراب ممثلا بالنائب وائل أبو فاعور. الآلية الدستورية بما يعني جلسات مجلس النيابة مستمرة، ولكنها باتت مدعاة سخرية لدى المواطن اللبناني عندما يرى ما يحصل في المجلس النيابي. لذلك يجب أن تفتح أبواب الحوار الموصدي بين اللبنانيين وبين الكتل النيابية للوصول إلى تفاهم على اسم الرئيس القادم وعلى البرنامج في مرحلة لاحقة. هناك مبادرات خارجية أو خارجية، أو هناك حراك خارجي. هذا الحراك لا زال في مراحل الأولى. إلى أن يصل هذا الحراك إلى مرحلة يأخذ أبعاده فيها، يجب أن يكون هناك حراك داخلي بين اللبنانيين. الخارج لن يحل محل الداخل، والداخل أي الكتل النيابية لا تستطيع أن تعفي نفسها من المسؤولية وتقول أنا قاعد وناطر أنه ينزل علي الوحي من الخارج. حد أدنى من المسؤولية الأخلاقية لدى النواب، لدى الكتل النيابية، لدى القوى السياسية. على خط موازن وفي إشارة واضحة للتباين فيما بين القوات والكتائب في مسألة الحوار، أكد مسؤول الأعلام في القوات اللبنانية شارل جبور أن كل حزب يعبر فقط عن نفسه، وأن القوات لا تجبر أحد على مقاطعة الحوار. لا أحد ملزم بموقف الفريق الآخر، وأعتقد أنه كل مكون معارض لديه مطلق الحرية بالتعبير عن موقفه، ولا أحد يختصر أحد. حتى لو كان هذا الحوار عبر بكركي مثل ما كان عم ينحكى أنه رئيس بري، لا، نحن ضد أي حوار مسيحي مسيحي أو حوار نيابي نيابي. نحن في معرض انتخابات رئاسية ولسنا في معرض مسألة حوارية. وحول ما ورد في صحيفة الأخبار عن نية الكتائب سحب مرشحها ميشيل معوض وترشيح إما النائب السابق صلاح حنين وإما النائب نعمة فرام كونهما يجذبا أصوات التغييريين وغيرهم من نواب عكار، قال أمين عام حزب الكتائب سيرج داغر للأوتيفي بعدنا مطرحنا، مشددا في الوقت نفسه على أن حزب الكتائب ليس ضد منطق الحوار، مضيفا سنبحث كيف نتعاطى مع الجلسات المقبلة بعد الأعياد. ومن ناحيته قال النائب وضاح الصادق ممكن نروح على سيناريو آخر باسم تاني إذا هذا الاسم ممكن ينال موافقة 86 نائب أقل هو اللي ممكن يوصلونا أنه نعمل جلسة بنصاب مكتمل انتخابات. الكلام عم بيصير مع النائب بشار معوض ومع بعض النواب أنه إذا لازم نروح على سيناريو تاني بهذا المكان، بس شرط أنه يكون هيدا المرشح بيقدر ينال أغلبية النواب. وفي ظل خلافات كبيرة تسيطر على النواب التغييريين نفى الصادق ما يحكى عن أي مساع للم الشمل. عم نجتمع الـ 12 من وقت تاني، عم نتبحث بأمور تشريعية بتخص مجلس النواب، معظم المرات عم ناخد قرارات مشتركة، ولكن عودة التكتل كتكتل لا، هيدا مش مطروح. إذن المشهد الداخلي في الملف الرئاسي دخل مرحلة جمود كاملة إلى ما بعد عطلة الأعياد بانتظار ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة، لا سيما في ظل حديث عن اجتماع أمريكي فرنسي سعودي قطري يقال أنه يجري التحضير له قبل نهاية العام. كل ذلك يبقى بحسب مصادر مطلعة في إطار التوقعات وليس الوقائع.